هو قسم زين. إذا القسم بيه 30 مليون دولار بس بالبيت، البرش كثر والمنطيهن إش كثر؟ أولا هيئة التقاعد الوطنية الموجودة الفرع التقاعد هو قسم، قسم وليس مديرية عامة، قسم يعني ماكو عندنا إدارات عامة في محافظة الأنبار أو في كل العراق، فقط دائرة الصحة مديرة عامة ودائرة تربية الأنبار مديرة عامة والشركة العامة لصناعة السيراميك بالأنبار مديريات عامة فقط، ذا نوقيات الشرطة بجديد صارت مديرية عامة، أما سواء مؤسسة الشهداء أو كل الدوائر الموجودة في محافظة الأنبار هي أقسام وليس مديريات. أنا حتى تخفف، حلوة هاي حديثك، تخفف علي الوضع. زين إذا هذا قسم صغيرون ومدير قسم يلقون ببيته 30 مليون دولار، قسمي إيش هذا أستاذ فهد؟ أقدر أفتهم منك بدول عينك؟ أقول لك هو اللي يريد إذا أسمع لي، هو اللي يريد يبوك سواء، مع احترامي ما راح أسمي بالأسماء بصفة المهنية، سواء أدنى موظف بالدولة العراقية أو رئيس الهرم بالدولة العراقية اللي يريد يبوك يبوك، لكن تجيني منه شنو السبب وليش صار هذا الموضوع اجاوبك، تقول لي شنو الاسباب اجاوبك، تقول لي شلون صارت سرقات اقول لك. استاذ فهد في دول عيونك ابوس ايدك، خلينا نتذاكر بمنطق. انت قبل شويه تخففها علي، هو قسم زين اذا القسم بيه 30 مليون دولار بس بالبيت، البرش كثر والمنطيهن ايش كثر؟ شون قسم هذا إذا كان هذا قسم؟ أجابك قبل أن تجاوبني سيادتك، إذا كان هذا قسم بيه هلقد فلوس، ليش ما اختارت ولا كفاءة وليش ما اختارت ولا شريف؟ تعزيز نحكي لك الأولوية مراحل إنجاز المعاملة ومن هي الجهة المسؤولة وشون صارت السرقات وليش لقاموا 30 مليون دولار. سمعنا بالإعلام بشكل رسمي، ما سمعنا لكن من خلال التواصل نسمع هذا الحكي، لكن لا أنا ولا أنت ولا أي واحد. أنا أقول لك معلومة أستاذ فهد، وعلى الهواء مباشرة وعلى الهواء مباشرة وأسأل بها رئيس الوزراء والآن يسمعني، الوليد نوسة يوزع 3 ملايين دولار شهرياً والأسماء موجودة عند السيد رئيس مجلس الوزراء وبإمكانك أن تطلع عليها، من النواب ومن ابن عمه ومن المحافظ ومن النائب اللي كان ينطيه أنس، لأن دولة الرئيس ده يشرف على التحقيق. إذا رئيس قسم بيته 30 مليون، كان المدير العام يجد بيته، الرئيس يجد بيته، ويقول لك ليش ظلنا مصالح قدام العرب؟ أنا أقول لك أي ليش؟ أنا أقول لك ليش؟ أنا أقول لك شلون صارت هاي الفلوس؟ لأن هاي الفلوس اللي تجي من خلال المعاملات اللي هي تروج من مؤسسة الشهداء للتقاعد، من يتم صرف الماستر كارت المتقاعدين، الدولة تصرف يسموه المتراكم أو الفروقات بأثر رجعي حسب تاريخ الإصابة أو القرار اللي صار، فيطلع المرات المصاب أو الشهيد إلى فروقات السنوات هاي اللي هو بالتاريخ، يعني من يوم اللي ينصاب او استشهد والتاريخ حتى تاريخ صرف الفروقات، فيطلع 50 مليون 60 مليون، يصير مرات 90 مليون هاي المبالغ، يعني حسب هذا وحسب الاصابه، نسبه الاصابه كانت تكون 65 75 100% وصعودا. فهذا الموضوع التراكم اللي دا يصير، يعني اذا الكلام اللي يقولون هسه لزمهم 4000 ماستر كارت عند انس ياسين في بيته، هاي ال 4000 ماستر كارت تقدر انت تحسبها، ما معنى هي الرواتب خاصة دول ضحايا الارهاب حسب النسبة اللي نسبت الاصابة مالته 65% فهو يستلم 800000 دينار شهريا، واللي نسبته اكثر من 75 صعودا ياخذ 1,200,000. فإذا هذن الماستر كارتات مزورات، تخيل أنت 4000، خلينا نحسبها معدل وسط، ما راح أروح لا بالمليون وميتين ولا بالمئة ألف دينار، خلينا نقول 1,000,000 دينار، يطلع عندي 4 ملايين شهريا. هذا الراتب، إضافة إلى ذلك الفروقات تتراوح هي من 35 مليون تصل قد وجود 90 مليون قلت لك حسب تاريخ الإصابة ونسبة العجز، فهاي الفلوس هي اللي صار تراكمات. صارت بهذا الشكل. لكن تقول لي شلون اختارهم أنس بالضبط. ماكو واحد كان يعرف، نسوان كانت تصرخ وزلم كانت تصرخ وشياب كانت تصرخ، ماكو لا محافظ لا هيئة نزاهة لا دوان رقابة لا شرطي لا مسؤول لا مكافحة ارهاب، كلها ما قدرت على أنس
الى ان طقت على انس. ليش كان انس ما حد يقدر يحكي وياه؟ وانا صار لي سنه ونص اصرخ انس انس التقاعد التقاعد، ليش ما حد وصله؟ كلها مسكتها انس